قلت سلمى سارة. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا استاذه ضايا؟ ازي اهلا يا حضرتك سارة، فاضل ازيك؟ الشيخ؟ اهلا بيكي، اتفضلي كل سنه سؤالك. حضرتك طيبين. انا عايزه اسال سؤال على الصيام في 10 ذو الحجه. هل انا لازم اصوم ال10 ايام كلها ولا ممكن اقطع ايام وايام لا؟ طيب تمام. تمام. وسؤال تاني، هل ممكن اصوم الايام دي بنيتين، بنية تعويض مثلا رمضان وفي نفس الوقت يبقى نية صيام ذو الحجة؟ جميل، دي الأسئلة اللي بتسألها كل سنة في هذا التوقيت من السنة. شكرا لك يا سارة. طيب، هم 10 أيام ولا 9 أيام؟ هما 9 أيام بس، يوم عرفة بيومين، صيام عرفة يعدل صيام سنتين، يكفر يعني السنة الماضية والسنة اللاحقة، فكأن عرفة بيومين وقبل منه 8 يبقى 10. تمام كده؟ إنما هي اسمها على بعضها 10 ذي الحجة، الأعمال فيها من جملة لا، الأعمال يعني احنا الصيام بنصوم يوم واحد ذي بيومين. الحجة أي اليوم. يوم لا، واحد اللي هو يوم عرفة. هو عرفة ده يوم واحد ذي الحجة، عرفة انما يوم، عرفة يوم واحد، يوم 9 ذي الحجة، يوم 10 اللي هو العيد. فإحنا بنصوم يوم، ايوه، انا بتكلم ان احنا بنصوم يوم واحد ذي الحجة. بنصوم يوم واحد ذي الحجة، ينفع نصوم من نبدأ يوم واحد، نبدأ نبدأ من يوم صيام من واحد ذي يوم واحد الحجة ذي الحجة. لغاية يوم 9 ذي الحجة، كل يوم بسنة زي ما قال في الحديث في الرواية، ويوم عرفة بسنتين، فكأنهم 10 برضو. طيب، هو يقال ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ما صامهمش كلهم. لا، في رواية عن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنها روت أن أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 ذي الحجة. ورواية أخرى لعائشة رضي الله عنها أنها لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ما رأيت رسول الله صام 9 ذي الحجة. والجواب على هذا التناقض في الحديثين أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى أنها ما رأت النبي أي أن النبي لم يصم، هي لم تقل أن النبي لم يصم 9 ذي الحجة، إنما هي قالت أنا ما شفتش. 9 ذي الحجة بمعنى يوم 9 ذي الحجة لا، ولا من يوم تسع واحد أيام؟ 9 أيام، من يوم واحد يوم 9، تمام كده؟ فزوجة من زوجاته قالت إنه صامهم. قالت إن صام النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 دول، والتانية سيدة عائشة قالت أنا ما شفتوش. فالعلماء قالوا إن معنى إنها قالت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام صام، هذا ليس معناه إن النبي ما صامش، أدي واحد. نمرة اتنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا عند عائشة يترك أشياء يحب أن يفعلها ولا يفعلها حتى لا تكون كالفرض. يعني أصل عائشة اللي هتنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ممكن يجي في 9 ذي الحجة دي يفطر في الأيام كده يوم أو يومين، وهو يحب أن يأتي العمل. لماذا؟ حتى لا يفرض على الناس، عشان ما يبقاش مفروض زيه زي الأيام طيب التانية. إذا الأيام دي مش سنة مؤكدة. لا مش سنة. ال9 أيام لا لا دول لا مش سنة لا لا مؤكدة. لا، هي من الأعمال الصالحة الصيام، طيب، أحد الأعمال. وبالتالي تقدر تاخد النيتين. تقدر تصوم يوم، تقدر تصوم يومين، تقدر لا تصوم تاخد أي حاجة. النية بأنها تعويض. هنا بقى حته بس عايز اوضحها مهمه قوي. رايي انا في المساله دي ان ما ينفعش نجمع النيتين ما بين النافله والفريضه. لان زي ايه؟ تاني وبالراحه، وخلينا اشرحها لك بالراحه بس ده راي حضرتك بضوابط علميه، اشرحها لك بضوابط علميه. لم يقل هذا الا واحد فقط من الفقهاء فقط، هو اللي قال ان يجوز جمع النيه ما بين السنه والفريضه. مين هو؟ اللي هو الامام النسائي، هو بس اللي قال كده، لكن الباقيين ما قالوش كده خالص. ما قالوش كده، طيب ليه؟ بس قولي لي ما قالوش كده وليه؟ انا ما ينفعش اجي اصلي الظهر دلوقتي واقول لك انا نويت اصلي الظهر 4 ركعات وفي نفس الوقت برضه ركعتين قبله وركعتين بعده. ما هو دولك 4، 2 و2 4 والظهر 4، فصليهم 4 لا بس بس في الصلوات دي قصة تانية. خلينا ناخد بضرب لك مثل يعني للتقارب للتشبيه يعني عشان او تقربي للتشبيه للصورة. يعني ماشي. فهنا ما قاله الفقهاء وفهم خطأ عند كثير من الناس، ان الفقهاء بيقولوا ان لو المرأة جابت الايام اللي عليها وصمتهم في 9 ذي الحجة خدت الاجرين. لانها شغلت هذه الايام بصيام، وكان هذا الصيام صيام فريضة وليس نافلة، لكنها لما شغلتهم بصيام فأخذت الأجرين، أجر الفريضة وأجر السنة. خلاص كده عرفناها. إنما هي لما تيجي تنوي بقى، ما أنا هقول لك أهو، لما تيجي تنوي بقى تقول نويت يعني إيه، ما قضاء ما علي، قضاء هذا ما صوم علي. القضاء فريضة، لأن في أحكام. إنما تاخد ثوابين، ثوابين هتاخد الثوابين، بس لما تيجي تنوي تنوي إنه هو قضاء وليس سنة. ليه بقى؟ لأن في فرق ما بين صيام القضاء وصيام السنة. صيام السنة يجوز قطعه، أما صيام القضاء فلا يجوز قطعه، لأنك لو قطعته هتقضيه تاني. هو يعني هو قطعه،
يعني ينفع مثلا لو واحده جت في وسط النهار كده وحاسه ان هي جعانه ولا عطشانه في صيام السنه تفطر. طلبها زوجها تفطر. مثلا جالها ضيوف تفطر. انما في الفريضه في المفروض لا مفيش كده. هو لو جالك ضيف في رمضان هتفطري؟ لا مش هيحصل. فده في فروق ما بين دي وما بين دي. يبقى كده عشان كده بنقول ان هي صامت بنيه الفريضه، لان نيه الفريضه نيه منفصله لابد من ادائها. ده رايي في المساله اللي انا برتاح له يعني. وما اقدرش اقول بغيره يعني. طبعا. بس مثلا لما بنيجي في ايام الست، ايام البيض او الست من شوال، طبعا الناس تقول لك لا انا هعوض اللي عليا، وبعدين نصوم السته فبيبقى شاق ومرهق لدرجه يعني انه احنا بنبقى لسه خارجين من شهر رمضان، فبتبقى مثلا عليك ست ايام مثلا وتيجي تصوم ست ايام، فانت كده صمت نص شهر تاني زياده. الافضل بقى ليها ان هي تصوم ست شوال، لان ست شوال ما بتتعملش الا في شوال. انما القضاء ينفع تعمله بقى في ذي القعده، في ذي الحجه، في المحرم، في صفر، في رجب، في اي وقت في السنه. انما اللي بتقرر انها تقضي الايام اللي عليها في الست ايام دول تاخد الاجرين برضو نفس القصة بالظبط، بس تاخد الأجرين، لكن لازم تكون نيتها إن هي نيتها هي في الفريضة فقط. تمام. هبة معانا؟ هبة ألو؟ طيب طيب خلاص. طيب فهيك بقى بتقول إنه بتقول إن إحنا نعمل نفس اللي كنا بنعمله في رمضان نعمله في التسع أيام دول. تمام. بس النهار غير نهار رمضان، يعني نهار رمضان احنا بنبقى صايمين وممكن بالليل بقى نعمل كل الاعمال. انما هنا النهار العباده هو الاقوى في العباده. هنا في الايام دي، في الايام دي. هناك الليل اقوى في العباده. العاشر الاواخر من رمضان الليل اقوى. عشان كده احنا بنسهرهم. لكن احنا هنا في النهار العباده اقوى في النهار في عشر ذي الحجه. تمام تمام.